نروح لاكتشاف بقى آخر، اكتشاف يعني عمره 37 مليون سنة. ده اللي احنا قريناه. ايه القصة بقى؟ قصة فعلا اللي بتأكد ان مصر مليانة من الأسرار والعجائب والكنوز الحقيقة. آخرها ما تم الإعلان عنه في منخفض القطار في الفيوم، وده طبعا من الأماكن المهمة بالنسبة للجيولوجيا والناس اللي بتدرس الجيولوجيا. كان في طبعا، كان يقال بقى ان كان في امتدادات للبحر في هذه المنطقه، وان كان في يعني كائنات بحريه وفقاريات كانت بتعيش في هذا المكان في العصر الايوسيني. يمكن انا اتمنى اكون بنطقه صح يعني. المهم جرى العثور على حفريات لاسماك في الفيوم، ها اسماك سلاحف بحريه، تعابين بحرية، شيء الحقيقة كده إيه، كنز لمحبي الجيولوجيا ودراسة الحفائر والكلام ده كله. هياكل كمان كانت متحجرة لحيتان كانت عايشة في المنطقة دي من حوالي 40 مليون سنة. مؤخرا كمان فريق بحثي مصري من جامعة المنصورة للحفريات الفقارية طبعا يعني وجد أقدم حفرية للأفعى المصرية الكبرى المصرية عمرها 37 مليون سنة، وبالتالي دي تعتبر الحفرية الجد الأكبر للتعابين الحالية بقى، سواء بقى كانت الكبرى أو الطريشة أو ذات الأنياب غيرها بقى، يعني نوع كبير كده يعني. وشيء الحقيقة مهم جدا. برحب بدكتور مروه او الأستاذة مروه الحارس، المعيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة اسكندرية، عضو فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية. أستاذة مروة مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. مساء النور، أهلا بحضرتك. أرجوك قولي لنا مغزى هذا الاكتشاف الأخير بقى، إن نلاقي أصل الكوبرا المصرية كانت عايشة في المكان ده من 37 مليون سنة. أرجوك قولي لنا ده بيعني إيه؟ هو البحث اللي نشره مؤخرا يعني من يوم الأربعاء اللي فات لسه 16 فبراير بيقول إن أقدم أسلاف أو الجد الأكبر للكوبرا والطريشه ومعظم تعابين المزارع اللي احنا بنشوفها، يمكن الناس يعني بتشوف عاده لو عدت باي مزارع او صحاري زي الطريشه زي الخضيري، انواع كتير من التعابين بتاعتنا المصريه. احنا البحث بتاعنا بيقول ان جدهم الاكبر كان موجود عندنا في مصر من 37 مليون سنه. هو تاريخ تسجيله او اقدم حفريه متسجله ليه كانت في الهند من 54 مليون سنة، والتسجيل الثاني ليه عندنا في مصر. فهو البحث بيقول ان هو ازاي دخل مصر وان ازاي هاجر لنا من الهند لمصر من كل ملايين السنين دي. يعني مفترض كان هو جالنا من الهند، النوع ده من التعابين جالنا من الهند بالظبط، هاجر من اسيا لافريقيا في الوقت ده. طب السؤال بقى او السؤالين بقى، هل قدرتوا تعرفوا جالنا ازاي من الهند؟ السؤال الثاني، عرفتوا ازاي ان هو 37 مليون سنه؟ سامحيني بقى في الاسئله. هو جالنا ازاي من الهند؟ هو بطريقه او بحاجه اسمها الدريفنج، يعني مثلا جزء هو احنا بيننا وبين الهند في الوقت ده كان في بحر اسمه البحر التيسي، كان فاصل بيننا بحر، فازاي الحيوانات قدرت تهاجر من عن طريق البحر ده؟ بيننا وبين الهند كان في بحر بس غير البحر الاحمر، اكبر من البحر الاحمر؟ البحر التيسي ده كده كان زي ده محيط، امتداد المحيط، يعني هو بحر، هو بين القارتين كان البحر التيسي زي امتداد البحر المتوسط كده. يعني ما كانش في منطقه شبه الجزيره العربيه دي كلها ما كانتش موجوده بقى. كان مصر في الهند على طول. بالظبط، تم تسجيل طريق الهجره ده عن طريق الثدييات قبل كده بطريقه زي كده الجزيره العائمه او الدرافتنج او حته من القاره تبدا ان هي تنزح لحد ما توصل للجزء الثاني، بس ده تم تسجيله عن طريق الثدييات، وكان شويه صعب علينا كبيولوجيست او كناس بتوع بيولوجي اننا ممكن نتخيل ان الزواحف ممكن تهاجر بالطريقه دي او ان النوع ده من الحيوانات، لان هم معروف ان هم ذوات دم بارد بيتاثروا قوي بالبيئه، فاي تغيير طفيف هم بيبقوا ملتزمين ويجي عايم في البحر ده كله من الهند لمصر.
بالظبط. فالبحث فعلا بيقول لا ان هم قدروا يتغلبوا على النقطه دي وقدروا يهاجموا فعلا بالطريقه دي، وخصوصا سبحان ان الله. هو زي ما كنا بنقول هم اسلاف التعبين الحديثه، والمعروف عن التعبين الحديثه ان هي ليها القدره اكبر ان هي يمكن تتاقلم شويه مع التغيير طيب المناخي اللي بيحصل علميا بقى، بنسبه حجمه. الاكتشاف ده لما يتنشر او لو كان اتنشر، ده هيفرق معانا في ايه، او هيكون بداية لايه في البحث العلمي او في مجال الحفريات في مصر؟ هو زي ما احنا عملنا في البحث، هو احنا زي ما كنت بقول لحضرتك هو جالنا من الهند، واحنا بنقول ان هو دلوقتي موجود في مصر، الجسم الاقدم للكوبرا والحيوانات دي موجود في مصر، واحنا اللي بعد الهند على طول. ف هيعرفنا ان ازاي وصلنا لانتشار الانواع دي كلها في مصر، هيعرفنا ان طريق الهجره بعد كده كمل ازاي، ازاي يقدر يوصل لبقيه الاماكن الثانيه مثلا في قاره افريقيا او في القارات الاخرى. فاحنا بس طريقه الابحاث بتاعه الباليو بيولوجي او بطريقه التصنيف البيولوجي الجغرافي بتاع الحيوانات، احنا عاملين كده زي البازل، او كل بحث بيضيف جزء ان احنا نقدر نرسم الصوره كامله. المجموعه دي كمان من الحيوانات زي ما قلت لحضرتك هي بتتاثر قوي بالبيئه، فوجودها او بيخلينا طب نربط ان البيئه مثلا بتاعت مصر في الوقت ده شبه الهند في الوقت ده. انا عايز اقول لحضرتك الزملاء مشكورين دخلوا بسرعه على الحاج جوجل وجابوا لنا الخريطه اهو، ادي افريقيا ومصر اهي، وفي جزء ابيض واسود كده حاجه زي بحر او محيط يمكن، وادي شبه القاره الهنديه كده او القاره الهنديه، ويمكن وقتها ما كانت شبه قاره موجوده صح، وده في العصر الايوسين صح كده استاذه مظبوط مروه، كان الفاصل مظبوط ما بيننا وما بين الهند هو ميه. بالظبط. ده احنا كده بنتكلم في اكتر من 37 مليون سنه. بالظبط، هو احنا سجلناه في 37 مليون سنه، ده مش معناه ان الفكره حصلت في 37 يعني في العمر ده، اكيد حصلت من اكيد قبل كده كمان. ممكن يعني. كمان البحث اضافه في الجزء ده خاص، في الجزء يعني الخاص بالتعابين، ان احنا لما شفنا طريق الهجره من الهند لمصر لقينا ان في التعابين بتعدي على موقع كده تم فيه اكتشاف برضه تعابين الناميبيا في الناميبيا. فلما درسنا المورفولوجي بتاع العينات الناميبيا لقينا ان عينات الناميبيا هي اكثر تقدما وتطورا من العينات بتاعتنا ومن العينات بتاعت الهند. فبدا ده شويه عمل لنا زي خلل، او هو المعروف ان لما يكون العمر اقدم هو موقع ناميبيا 41 طيب مليون يا سنه، يعني دكتورة، اقدم من العمر فرضية بتاع إن المنطقة دي بتاعت منخفض القطارة ووادي الحيتان مفترض إنها كانت امتداد مائي، وما يمكن تكون جايلنا من المتوسط، ليه افترضنا إنها جايلنا من الهند؟ بما إن كان في هو حيتان في العمر المنطقة دي وديناصورات والرينوسور، في ديناصور إيه منصوراسورس لو أنا ما كنتش غلطان، منصوراسورس اكتشفتوه تقريبا هناك. بس هو ما كانش في الفيوم، هي الفيوم ما بتنتجش ديناصورات، الفيوم عمرها احدث من عمر الديناصورات. أمال منصورة سورس هو كان فين؟ كان من الوحيد الداخل على حسب ما اتذكر، كان الوحيد في الداخل فيه ما الواحات كانش أبعد شوية. تمام. الفيوم. واقدم في العمر. طيب عموما ليه لسه ما واضح إن جالناش في عن طريق كنوز البحر؟ يعني. ليه بقى ما جالناش عن طريق المتوسط مثلا؟ عشان الموقع اللي كنا شغالين فيه، الموقع ده ما كانش فيه بحر، كان هو احدث من وادي الحيتان، فكان اول موقع او اقدم موقع في العصر الايوسيني في مصر بينتج حفريات تريستيال او حفريات ارضيه، فعشان كده هو ما جالناش من البحر. عظيم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات الرائعة دي.